بنوفر فرص عمل لشبابنا اللي بيشتغل في النجارة والحدادة والأسمنت المسلح والمبلط والسيراميك. كل المشروعات الكبيرة اللي بتتعمل دي بيشتغل فيها شباب، يمكن مش شباب منكم، لكن شباب بيشتغل بشكل تاني. هذه المنشآت أول ما بتخلص المفروض إنها تكون فرصة لناس تشتغل فيها في الإدارة وفي الصيانة. 8 الصبح لحد الساعة 1 عبال ما ندخل ويلتقونا معانا أطفال، وكل ده اللي بنزلنا عشان نتواجد في شركات خاصة.